ديالنا ديال استهلاك الماده العضويه وتدفق الطاقه عبر الموقع ديالكم باكتيفي.com وانكم تكونوا مستمتعين معنا. الان كنشوفوا اخر فقره من الدرس ديالنا اللي كتمثل في التحولات ديال الحمض بيريفيك الى لاسيتيل كونزيم ا في ايضا في حلقات كريبس، ثم بعد ذلك غادي نشوفوا ما يسمى بالاكسده التنفسيه اللي غادي ناخذوا منها الطاقه المباشره القابله للاستعمال من طرف الخلايا. إذن أول شيء قلنا باللي حمض البريفيك يعتبر الناتج الأساسي لانحلال الجليكوز. حمض البريفيك كيتفاعل لنا مع الكونزيم أ باش كيعطيني أسيتيل كونزيم أ كو أنزيم أ. بعد ذلك الكونزيم كيتحرر من شق أسيتيل باش كيتفاعل مع جزيئات حمض البريفيك جديدة، ثم شق أسيتيل كيدخل لنا فيما يسمى حلقة كريبس. أهم ما كيميز لنا حلقة كريبس هو عملية انتزاع الهيدروجين والإلكترونات، ثم إنشاء أو نشوء جزيئات غنية بالطاقة كتجلى في NADH2 و FADH2 وأيضا في جزيئات GTP بالإضافة إلى تحرير ثاني أكسيد الكربون. إذن عندنا أول شيء عندنا تكون ديال جزيئات ديال NADH2 انطلاقا من جزيئه ديال NAD+. هذا التكون كيكون مصحوب بتحرير جزيئه ديال ثاني اكسيد الكربون. مجددا كتكون لي جزيئه ديال NADH2 انطلاقا من NAD+ وطرح جزيئه ديال ثاني اكسيد الكربون. كيتكون لي ايضا سكر ثلاثي فوسفات كيتمثل في GTP انطلاقا من GTP. ايضا كتكون ليا جزيئه ديال FADH2 انطلاقا من FAD+ ونهايه كتكون ليا جزيئه ديال NADH2 انطلاقا من NAD+. ايضا التحول ديال حمض البيريفيك الى لاسيتيل كونزيم ا كيكون مرفوق بتكون جزيئه ديال NADH2 انطلاقا من NAD+ ومع طرح جزيئه ديال ثاني اكسيد الكربون. الا انتبهتوا هنايا بالنسبه لجزيئات ثاني اكسيد الكربون كنلقاو بلي عندنا 3 1 2 3 وحنا عندنا كنتيجه 2 حمض البيريفيك. اذا عندنا 2 حلقات كريبس وبالتالي غيكون عندي 6 ديال ثاني اكسيد الكربون، الشيء اللي شفناه قبل قليل في المعادله ديال التنفس الحصير. اذا كيف ما شفتوا هنايا عندنا 4 ديال الجزيئات ديال NADH2، جزيئه ديال FADH2، ثم جزيئه ديال GTP. هاد الجزيئات الغنيه بالطاقه المختزله غادي نشوفوها كيفاش غادي تحرر لنا الطاقه في شكل ATP بعد ما غتخضع لعمليه الاكسده التنفسيه عبر السلسله التنفسيه كيف ما غادي نشوفوا بعد قليل.